يوم الانتخابات للكنيسة 25 يقترب، وإليكم شرح كبير صغير على كل ما يجب أن نعرفه. لجنة الانتخابات تضع نصب أعينها أهمية الحفاظ على نزاهة الانتخابات، ولذلك وضعت اللجنة مراقب نزاهة الانتخابات إلى جانب أمناء للجنة الصندوق. يحمل المراقب كاميرا موضوعة على جسده في حالة اشتباه خرق لنزاهة الانتخابات، وهو موضوع لا يستهان به. يقوم المراقب بتشغيل الكاميرا وتوثيق الحالة دون تصوير الناخبين. صلاحية التصوير داخل غرفة لجنة الانتخابات خاضعة فقط لمراقب نزاهة الانتخابات. صناديق الاقتراع مغلقة بقفل خاص يفتح عند انتهاء يوم الانتخابات، وللحفاظ على نزاهة الانتخابات يقوم المراقبون بتوثيق عملية فرز التصويت بأكملها. وإليكم تذكير بسيط، الكورونا ما زالت موجودة، وللحفاظ على سلامتكم من المفضل وضع كمامة عند الدخول لغرفة الاقتراع. كل من هو مثبت بحمل الفيروس يصوت في صناديق مخصصة، ولطرق الوصول لهذه الصناديق تابعوا موقع الإنترنت التابع للجنة الانتخابات. نحافظ على نزاهة الانتخابات وعلى سلامتنا.